عشناكم شو اسمه علبه هذا مطبخي بطبخ فيه بخسل فيه كل شيء بسوي فيه هون بتعملي اكل وتتحممي بتحمم وكل شيء هون طيب ليلي كيف كانت حياتكم بسوريا حياتنا بسوريا زلمتي عامل يشتغل ناطور بنايه بحلب واحنا كنا ساكنين معه بحلب اجينا على الضيعه لسا ما بركنا هيك فيها صار احداث بحلب اجينا لعدنا على الضيعه لما اجينا على الضيعه صارت الاخرى الطيران والضرب وهيك ماتت اختي وماتت حماتي ام لجوزي ونهد البيت وطلعنا اجينا بس شو الصعوبات اللي عم تواجهوها هون بلبنان؟ عم صعب انه جوزي بارك هلا على الساحه بالشارع اجى هالمعلم قال له تعال اشتغل في شغل ما اجى المعلم بيرجع لي للبيت للمساء انه ما في شغل هيك حياتنا سالك انه شو بتتمني اكثر شيء؟ أتمنى أن ولادي يشوفهم يتعلمون بس حتى المدرسة هم سجلوا لي إياهم وأتمنى ألبسهم هيك مثل الأولاد وما أشوفهم هيك بيشوفوا تفاحة ويشتهوها مطحنة والله العظيم هذا حلمي بهالدنيا أتمنى ولادي أنه يلبسوا ويأكلوا ويشربوا أنا ما عندي شيء هيك